السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله راح تكون وصفتنا هي تجهيز وحفظ الثوم لمدة طويلة بالثلاجة. فبالبداية أخذ كمية يعني اللي تشوفوها مناسبة بالنسبة لكم من الثوم، وأبدي أقشر الثوم، بس المهم ما نقطع الرأس اللي يكون بالبداية، يعني قشره يا أما بهذه الطريقة أو بالطريقة هذه السريعة، نخليه بعلبة ونرجه يعني بشكل سريع، وبعد ذلك راح يطلع عندنا الثوم أو القشور بكل سهولة، بس المهم ما نستخدم السكين حتى لا يتغير لونه بطريقة الحفظ. يعني هذه الطريقة شوية أهون، بسرعة نطلع القشر. بعد ذلك المكون اللي راح نضيفه للطريقة التخزين اللي هو تقريبا ملعقة طعام من الصودا، بيكربونات الصوديوم، موجودة بالصيدليات، موجودة بالأسواق، تباع يعني ويا البيكنج باودر، بس صودا مو بيكنج باودر، ملعقة طعام من الصودا. خليتها بشاش أو وصلة عندكم هيجي صغيرة نظيفة، هذه الصرة هي اللي تخليه يطول أكثر مدة، يعني تخليه ما يعفن، تخليه دائما ناشف. أخليه بعلبة نظيفة وناشفة، والمفروض تكون يعني بها غطاء، وتخلونه مدة طويلة، وكل ما تحتاجون شوية تقدرون تستخدمون. في أمان الله.